لو الحكاية فيها إن فيديو. لما جت فكرة إن إحنا نركز مع الإعلاميين، إحنا كنا بصين إزاي الإعلام المرئي أو الإعلام الفضائي زي ما بيقولوا يكون يعني معقول بناء للرياضة المصرية، ما كنتش معقول هذا، وإزاي إن إحنا البرامج الرياضية تكون ليها دور في تطوير الرياضة المصرية، ما يبقاش مجرد برنامج توك شو زي ما حضرتك بتقول يومي أو أسبوعي أو ثلاث أيام في الأسبوع أو أربع أيام في الأسبوع أو كده. إحنا بنتكلم إزاي إن لو حتى يوم واحد أو حضرتك تطلع الشاشة يكون اليوم ده في فايدة للرياضة المصرية. إحنا للأسف مش كل الإعلاميين بيشتغلوا على الجزئية دي. الإعلاميين بيبقى عندهم زي عدد ساعات بيحبوا يملوه ويطلع على الشاشة يخلص الساعات بتاعته وياخد رد فعل الجماهير بعد كده من خلال صفحته أو من خلال التليفونات اللي بتجيله أو من خلال ردود الفعل اللي بيشوفها بعد كده في وسائل الإعلام. فإحنا عايزين نعرف من حضرتك إزاي البرامج الرياضية أو التوك شو الرياضي يكون مساهم بقدر كبير في إحقاق الرياضة المصرية أو نجاحها فترة في ظل الإخفاقات اللي إحنا بنعاني منها دلوقتي. لما ميبقاش حد عنده مصالح ولا أغراض ويبقى داخل فعلا بنية الإصلاح، بنية ان هو يقدم حاجة للمشاهد تفيده، بنية ان هو لما يبقى فيه جمع من المشاهدين قاعدين مع بعض بيتكلموا في حاجة رياضية حصلت، يبقوا قاعدين بيتكلموا يقولوا فلان الفلاني فعلا قال لنا حاجة النهاردة محترمة، مش فلان الفلاني شفت المداخلة اللي عملها اللي خلى ده يشتم في ده وده يولع في ده وعملت اعلى نسبة على اليوتيوب. لما ثقافة الشعب ذات نفسه تتغير ويبقى عندنا حاجة اسمها ثقافة المشاهدة، احنا ما عندناش ثقافة مشاهدة، احنا كلنا الذوق العام بتاعنا اتغير، ذوقنا كلنا بقى رايح للخناقه، ذوقنا كلنا بقى رايح للمشكله، ذوقنا كلنا بقى رايح للاتهامات للفضايح للحاجات الوحشه، انما ما عندناش ذوق ان احنا نقعد نتفرج على حاجه فيها تعليم فيها ماده بتتقال. احنا انقل لك الواقع ده اسقط لك على الشارع، انت لو ماشي في الشارع ولقيت خناقه ما اكتر الناس اللي قاعده بتتفرج الا قليلا بقى اللي يروح ماشي ويقول ايه القرف اللي الناس واقفه بتتفرج عليه ده. انما احنا بنتكيف قوي من مشهد حادثه، من مشهد مشكله، من مشهد اتنين ماسكين في بعض ونقعد نصور كاميرات وانا نتباهى ان انا صورت بتقنيه اعلى من تقنيتك. فلما الكلام ده كله يتغير، عارف المشهد اللي هو بتاع اسمه جميل راتب مع فكرني مع اسمه ايه ده محمود عبد العزيز ولا لا مش مع الفيلم ده كيف لما قال له انا كنت لما انا مش عارف التفاصيل بس احكي لك الموقف. انا كنت بحط الشاي بحط فيه نشاره الخشب نشاره الخشب والناس كانت متكيفه قوي. لما عملت الشاي نظيف لما النشاره غليت وبقيت بعمل الشاي نظيف الناس هجمتني. فراح رد عليه قال له ايه؟ قال له مش الذوق هو اللي اتغير، الناس ما بقتش مغفله، انت اللي خليتهم كده. الناس من كتر ما اتعودت على الوحش انت اللي عودتهم مش عاجبها الحلو. انت اللي عودتهم على الوحش، احنا تعودنا على الوحش والناس المعلنين. لما اكلمك بقى نيجي للاعلام تاني، الناس المعلنين والشركات الراعيه وشركات القنوات والانتاج والكلام ده كله بدات تتحكم فيه بقى هدفه مين المذيع الاكثر اثاره، مش المذيع الاكثر قبولا، الاكثر بيقول لي حاجه، الاكثر قبولا عند الناس. ايش الكلام ده كده؟ طب انا كنت ان انتوا في النقطه دي بس كمان يعني في الاعلاميين انهم تحولوا لحته السياسه مع الرياضه يتجاز له برضه؟ لا دي كارثه. طب انا عايز دي كارثه الحته دي يعني دي كارثه بكل المقاييس كارثه لما تحول او تستخدم برنامج رياضي انك تتكلم فيه في حاجات سياسيه. دي كارثه كبيره كل الناس وقعت فيها، كلنا وقعنا فيها وكلنا خسرنا منها. انما اعتقد انا برنامج قناه النهار انا لما خلصت مصر 25 قعدت في البيت فتره فكنت بتفرج بقى قاعد بتفرج فلقيت كله كان ساعتها كله بيتكلم في السياسه، البرامج الرياضيه بتتكلم في السياسه، كل البرامج الرياضيه اللي كانت متواجده ساعتها بتتكلم في السياسه. لما قعدت مع استاذ اياد جلال في قناه النهار قلت له انا عايز اعمل برنامج وانا اللي عايز اسميه، قال لي هسميه، قلت له هسميه كوره وبس، وكنت اعني الاسم ده، انا اللي سميت الاسم ده وانا كنت اعنيه، لان ما لقيتش حد عم بيتكلم في الكوره وبس،
لقيت كل الناس بتتكلم في غير الكوره. 75% في اوقات المظاهرات والحاجات دي كلها بقى 90% بيتكلموا عن السياسه 10% الرياضه بالظبط. كمان في اوقات المباراه ما بقاش في ماتشات للمنتخب او الاهلي او للزمالك بيتكلموا في السياسه. طب عندنا العاب فرديه فرديه نتكلم فيها، عندنا العاب ثانيه نتكلم، عندنا رياضه، عندنا رياضه نتكلم فيها، عندنا احترام، عندنا احترام للناس وعندنا احترام لنفسنا، ونقول احنا مش هنطلع الفتره دي. الفتره دي لا تحتمل الرياضه ولا تحتمل الكلام في الرياضه. نظام حشو خالص. نظام طبعا شو نظام، لا مش عايز اقول بيركبوا موجه، لان كلنا غلطنا الغلطه دي. كل الناس اتكلمت في كل حاجه. انت صحفيه رياضيه، ولكن كان بحكم علاقاتك وعملك لازم هتجيبي سيره السياسه، ايه اللي بيحصل في البلد، انما ده قدام الشاشه غلط. ده قدام الشاشه غلط. ممكن نتكلم فيه على المستوى الشخصي لان احنا مواطنين في الاول وفي الاخر، انما نتكلم فيه على نوصله للناس ونوصل وجهه نظرنا للناس سياسيا، لا. انا ممكن اوصل لك وجهه نظر الرياضيه واحاول اقنعك بيها واعرفك بيها كمان لو رياضيه، لان في الاخر انا هتحاسب على وقت الرياضي الرياضي، انما مش يعني ان انا اتكلم في وجهه نظر سياسيه، خاصه ان انا وجهه نظر ان السياسه اصلا بيبقى فيهم الناس التوك شو السياسي ما عندهمش كل الخيوط. انت اصلا ما عندكش كل الخيوط، لان مستحيل يبقى معاك كل الخيوط، لان في ناس ما عندها تفاصيل داخليه، في ناس مش عارف ايه. انت بتتكلم بمنطلق. عشان كده البرنامج اللي عمله باسم يوسف اللي هو قال قبل كده وقال بعد كده وقال مش عارف ايه، ده انا وجهه نظري انه ما يتقاس عليه، لان كلنا كل البشر هتلاقي ليهم اقوال، وبعديها بفتره هيبقى ليهم اقوال ممكن تبقى مضاده ومناقضه لاقوالهم، لان لكل مكان المقال ومقال المقام زي ما بيقولوا، ولكل زمان رجال، ولكل فتره لازم يبقى ليك رؤيتك في الحته دي. واعتقد احنا يعني دخلنا في حته سياسيه، ولكن هي ليها اسقاط برضه على الواقع الرياضي. في 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 احد المفكرين قال من الغباء ان تتمسك بموقفك، من الغباء السياسي ان تتمسك بموقفك. فانا ضد برضو التخوين في حته ان ده كان منافق وده كان بيتكلم وده كان بيقول وده كان، لان كلنا في حياتنا العاديه هتلاقي انت بتقول حاجه دلوقتي متغيره، هتلاقي انت بتقول حاجه دلوقتي، انت دلوقتي قلت انت بتشتغل في فيتو احسن مكان في العالم عملوا معاك موقف شخصي، هتطلع تقول موقف وحش جدا. هل معناه ان انت راجل منافق؟ لا، انت مش راجل منافق، ولكن انت حصل معاك موقف معين رأيته من وجهة نظرك انت بس ان في حاجة مش مظبوطة في المكان. فهو انا ضد ان انا اقعد. حتى كنا لسه بتكلم انا وبالعالي في موضوع جمال علام، استاذ جمال علام، في مداخلته مع كابتن خالد غندور لما بيقول له الله يبارك فيك، الناس كلها منتقدة الكلام ده ومشايراه، ازاي يقول له هارد لك، التاني يقول له الله يبارك فيك. انا قلت له انا بقى عشان انا مش من هوات ان انا اخون حد، مش من هوات ان انا اتفه حد، ومش من هوات ان انا انتقد لمجرد الانتقاد اللاذع. انا قلت له الاخوه الصعايده والاخوه الفلاحين عندنا في مصر نقول الله يبارك، يعني زي الله يخليك، زي الله يخليك بتاعتهم، الله يبارك لي فيك، دي 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 حاجه في لسانهم، هي لازمه، دي لازمه في لسانهم، ومش ثابته انها تؤخذ ويندمج. انما طبعا احنا عشان خاطر كل حاجه طبعا ماشي، يعني زي ما كنت بقول لك لكل مقام مقال. وانا قلت لحضرتك الكلام ده، يعني التوقيت ده وفي المداخله والناس كلها متضايقه، وانا بقول لك حضرتك بتقول لي الله يبارك فيك، فالرد اكيد هيتفهم. هو الراجل عشان قليل الخبره في حته هو طول عمره هو راجل محترم جدا وراجل طيب، ولكن هو مش ما كانش متوقع ان 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 البوزيشن بتاع رئيس الاتحاد ده التوزير ده يعتبر من اقوى المناصب الموجوده في الوزاره. يعني ده ما فيش كتير ما تعرفش الوزاره بتاع رئيس اتحاد الكوره ده شخصيه يعني فهو ما كانش عارف الكلام ده، فهو قليل الخبره في التعامل معاه. اصلا جمال علام عفوي جدا، طب هو ينفع ان انا رئيس الاتحاد قليل الخبره في برايس التحكم؟ ده الكلمه اللي انا سالتها لك وانا جيت بره، قلت لك مش ذنب الشعب ومش ذنب الانديه، لا مش ذنب، لا ان ايه رئيس اتحاد عديم خبره او ايه رئيس اتحاد، لا لا ذنب جمعيه عموميه، ذنب جمعيه عموميه طبعا. زم انتخابات، ما هو الانتخابات دي برضو كوارث، الانتخابات كوارث. انا مش عارف، عندي فكره بس الفكره دي اعتقد ان هي غلط، انما هي فكره. انا طبعا ضد الموضوع بتاع العمل التطوعي ده فاشل من كل ما تحمله الكلمه، مش حد قاعد مكانك لما يعني ما عمل تطوعي ده كارثه من كوارث الزمن. لا كارثه يا باشا، كارثه. ده اصلا ازاي انا اصلا ابقى قاعد، وبعدين احنا عمالين نقول صاحب بالين كذاب، وده انا قلته في الحلقه اللي فاتت، صاحب بالين كذاب. ركز في حاجه واحده ما تركزش في حاجتين. كل الناس دي عندها بيزنس، وتيجي لما تيجي تحاسبهم يقول لك ده انا عامل تطوعي. طب يا عم احنا عايزين اللي يجي يمسك الاتحاد
الرئيس والنائب ومجلس الاداره كلهم يبقوا متفرغين، بياخدوا مرتبات، بياخدوا مرتبات ويتحاسب بقى من دوله، تقولوا بقى ده تدخل قانوني، تدخل حكومي، اسف تدخل مش عارف، ماليش دعوه. يعني شوفوا لها صيغه، شوفوا لها طريقه ان الناس دي تيجي مش بانتخابات وتيجي بالكلام ده، وييجوا يبقى هدفهم تطوير المؤسسه اللي هم موجودين فيها وتطوير الكوره. لان احنا طب التعيين من خلال مين؟ من خلال الوزير؟ ما انا بقول لك لا جماعه عمال، لا من خلال الوزير، ريح بقى شويه، لا تبقى من وزير بقى، ما انا بقول لك ده يبقى تدخل حكومي معاه، ما بيتدخل جماعه عمال. طب واحد بيشوف الوزير بيتعامل، يعني انت بيتم ترشيحه بالاهواء، واللي رشح الوزير بالاهواء هو اللي بيجيب استحاله الكوره برضه بالاهواء. طب خلاص، يعني انت عندك مشكله في الاحصاء جماعه، انت عندك مشكله اصلا في الاساس من فوق، كل واحد فيهم بيجيب المدرب اللي هو عايزه بناء برضه على الاهواء. خليني بس انت احنا بيحكموا وجهه نظر، يعني كنا الاهواء في نقطه ثانيه كنت كلمت حضرتك فيها برضه، ان انا لو جيت فسرت، لا ارد بس ارد على يعني ما دي من ضمن برضه السؤال، لو انا جيت فسرت المجموعه اللي ماسكه اتحاد الكوره دلوقتي من اول الرئيس لحد لا ده طب ده تطرق ثاني، خليني بس التطرق الاولاني. خلاص ما دام انت عندك مشكله اصلا في الاساس في الاختيارات، خلاص ما تكلمنيش بقى عن اللي تحت. عايز اللي عايز ينظف، اللي عايز يرتقي، اللي عايز يعمل حاجه كويسه يعملها من فوق. انا رد على كلامك، انا لو عايز انشئ وانظف من تحت مش من فوق. هي اسئله فاهمين الموضوع ده، انا فاهمي. احنا كل الناس عماله تتكلم عن تغيير شوا غريب. غيرت شوا غريب، بكره جبت جوارديولا. ايه مشكله حل؟ طب ايه الحل؟ ما هو ايه الرياضه الطوارئ؟ لا طب يبقى انت ايه بقى؟ يبقى انا كلامي صح مش كلامك. انت بتقولي يا ده شوا غريب، ده اللي تحت شوا غريب، ده بنتكلم في اعضاء مجلس، خليني بس شوا غريب ده اللي تحت. انما لما افضل اطلع التدرج بتاعي اتحاد كوره، مشرف عام على مجلس اداره، على نائب مجلس اداره، على رئيس مجلس اداره، على وزير، على غفير، على مش عارف ايه، طلعت لفوق اظبط، اجيب الشخص المناسب في المكان المناسب اللي يبقى عنده رؤيه، هو اللي يعمل لي الهرم اللي تحت ده كله، هو اللي يفرش لي فرشه كويسه. انما انا عمال ادعبس هنا اهو، ويجي اللي فوق يبوظ لي كل اللي بعمله. طب خلاص مفيش حاجه استفدتها، مفيش حاجه استفدتها خالص. عشان كده انا كلامي واضح جدا. الناس اللي عماله تنادي لعيبه الكوره فين من الاتحاد الكوره؟ لعيبه الكوره ما كان في ثلاثه من لعيبه الكوره، خلينا نقول كان في اثنين لعيبه كوره موجودين في الاتحاد المصري، كابتن مجدي عبد الغني كان موجود وكابتن شوبير كانوا موجودين. الكوره اتطورت؟ لا ما اتطورتش. طب ايه اللي حصل؟ خدنا ثلاثه كاس امم. يا فرحتي ايه؟ ما احنا عايزين بقى نتكلم، هو المشكله بتاعتنا في الانجازات ولا المشكله عندنا في تطوير؟ لا لو انتوا بتتكلموا في انجازات خلاص ماشي، الاتحاد الانجليزي ده بقى يروح يولع في نفسه. الاتحاد الانجليزي اخذ بطوله كاس العالم سنه 66 فقط لا غير، سنه يعني الاتحاد الانجليزي يعني. خلينا بس اكمل. الاتحاد الانجليزي خد كاس عالم واحد، انما عنده اقوى مسابقه، اقوى ناس، اقوى منتج، سبونسرز غير طبيعيين، رعاه بيخشوا، احتراف غير طبيعي، فلوس مش طبيعيه، عنده مؤسسه رياضيه، عنده كلام رياضي، عنده كلام في الرياضه. انما تيجي تكلميني ده احنا انما تيجي تكلميني تقولي لي احنا خدنا ثلاثه كاس امم. طيب خدناها كاس ثلاثه كاس امم عشان بس عندنا مدرب كويس ولعيبه جيل ما حصلش، منتخب غريب كاس ثلاثه وبعدين نخرج ثلاث سنين ورا بعض بغض النظر، وشعب بيدعي. اذا يعني عندنا حاجات تمشينا البطوله، تمشينا بس البطوله دي. طب كابتن مجدي، انما ما عندناش حد يجي ان هو يدير اللي هو يقول يا جماعه انتوا لازم تعملوا 1 2 3 في المسابقات بتاعه الناشئين، 1 2 3 في مسابقات الفريق الاول، ناحيه تسويقيه 1 2 3 عشان تبيعوا. ده اللي موجود يا كابتن، بدل الانديه سواء سواء، ده اللي انا كنت بتكلم حضرتك عليه. هدير انا ازاي دور الانديه؟ لا الانديه مالهاش علاقه، انا بتكلم في نقطه. كابتن وائل بيقول انا احط منظومه كامله، مثلا مسابقه الدوري يتحط لها مثلا لمده 10 سنين قدام، يبقى عارفين بالمواعيد ومباراه الوديه امتى ومباراه المنتخب امتى. انت عايز حضرتك تعمل بلان كامل للمنتخب فتره كبيره. طيب انت لو بصيت للناس اللي مشاركه الساده على اتحاد الكوره محترمين طبعا، طبعا كل احترام، لو بصيت من اول رئيس اتحاد الكوره لحد اصغر عضو وجبت تاريخهم كده كلهم، هتلاقي استاذ جمال عبد الهادي ماسك فريق فاصل درجه ثانيه، هتلاقي استاذ احمد جهاد شعب حمود درجه ثانيه، مش عارف ماشي ابو علي مليح درجه ثانيه، كلهم كانوا رؤساء انديه يعني خدوا فرقهم ونزلوا بيهم درجه ثانيه. فهو اصلا مش ناجح مع دي، انا جبته مسك اتحاد الكوره طبيعي جدا، واللوجيك ان هو مش انا جبته، ما تقوليش انا جبته، ما هو كجمعيه ما خلاص ما احنا اتفقنا ان الجمعيه العموميه عندها مشاكل. يعني ضد ان رئيس اتحاد كره القدم انتخابات او جمعيه عموميه؟ انا ضد الانتخابات دي اصلا، انا ضد الانتخابات، انا عايز ناس تبقى جايه وتشتغل عمل تطوعي، وتشتغل ما تشتغلش عمل تطوعي، تشتغل عمل بفلوس، ويبقى فيه محاسبه ومراقبه بشكل كبير جدا عشان عند الاخفاق. هو انا عايز اسال، هي المؤسسات بتنجح ليه؟ اشمعنى مؤسسه اتحاد الكوره مش عايز تنجح؟
وكل المؤسسات التانية اللي هي مش عايز اسمي بس فودافون وموبينيل واتصالات واي حد عنده سيستم بس مش عايز اكتر من سيستم. والسيستم بيحط واحد بيعرف يفكر. ليه بينجحوا؟ ليه بيعملوا ربحية كبيرة جدا؟ ليه؟ عشان شركات خاصة بيجوا بفلوس وفي ثواب وعقاب وفي بونص وفي عقاب. انت هتعمل كذا هتترقى مش هتعمل كذا مش هتترقى. هو ده الكلام انما ان انا اجي اجيب ناس عشان علاقتهم بناس فييجوا يديروا لمجرد ان هم موجودين في الشاشه عشان ياخدوا تايتل ولا مسمى وظيفي يتحط جنب اسمهم اللي يفيدهم في شغلهم. ايه يا جماعه ايه العك ده؟ احنا في عك. ده في حاجه احنا في منتهى العك.